منظمة بدر. وما بدلوا تبديلا بهذه الآية القرآنية، خطت ميليشيا بدر لوحة للاحتفال بالذكرى 42 لتأسيسها، وهو ما اعتبره ناشطون بأنه تجديد إعلان ولاء لنظام ولاية الفقيه في إيران، والتي كان زعيمها هادي العامري مقاتلا ضمن صفوف القوات الإيرانية ضد العراق خلال حرب الثمانينيات. نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح. نعم نحن مع الإمام. العامري يصف تأسيس ميليشيا بدر بأنها ولادة لما سماه بالمشروع الجهادي والكفاح المسلح لإنقاذ العراق، وبدعم ورعاية من الخميني، رغم أن الأخير أعلن تجرعه للسم جراء اضطراره القبول بوقف إطلاق النار في حرب حصدت أرواح مئات الآلاف. وبدعم ومباركة من السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. محمد السوداني الذي يرأس حكومة تعد ميليشيا بدر أحد أركانها ضمن الإطار التنسيقي المدعوم إيرانياً، اعتبر ميليشيا بدر منصة جهادية قدمت الكثير لأجل خلاص العراق. نجتمع اليوم في ذكرى تأسيس حركة وطنية جهادية تحمل معاني كبيرة وقدمت الكثير من أجل خلاص الشعب العراقي ونهضته. وصف يناقض السجل الدموي القاتم لميليشيا بدر التي تعد أعتى أذرع إيران في العراق، والتي ما زالت تعمل تحت سيطرة الحرس الثوري وفقاً لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، والذي وثق عمليات اغتيال وقتل واسعة نفذتها الميليشيا بعد عام 2003، واستهدفت طيارين عراقيين وضباط جيش وأكاديميين وعلماء وغيرهم كثير، مستغلة تغلغلها ضمن الأجهزة الأمنية وتمويلها من خزانة الدولة. ميليشيا بدر التي تكاد تكون نسخة من البسيج الإيراني تضم اليوم نحو 17 فصيلاً مسلحاً، معظمها مدرج ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية بسبب انتهاكاتها التي عدتها منظمات حقوقية جرائم حرب. ورغم هذا فلم تجد الطبقة السياسية الحاكمة حرجاً من الحضور والمشاركة في الاحتفالية والإشادة بحكم دولة الميليشيات. جذرياً في الاقتصاد